صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سته مراسيم لسنه 2017 ونص المرسوم الاول رقم 10 بتعيين مديرين عامين في شؤون الجمارك بوزاره الداخليه وجاء فيه يعين في شؤون الجمارك بوزاره الداخليه كل من العقيد عبد الله حمد الكبيسي مديرا عاما للاداره العامه للتخليص والتفتيش الجمركي. الشيخ تركي بن دعيج الخليفه مديرا عاما للاداره العامه للتخطيط والشؤون الاداريه. فيما تم نص المرسوم الثاني رقم 11 على تجديد تعيين السيد علي عبد الحسين العصفور محافظا للمحافظه الشماليه وتكون مده تعيينه في المحافظه المذكوره اربع سنوات. وجاء في المرسوم الثالث رقم 12 بأنه تعين الدكتورة مريم إبراهيم الهرمسي الهاجري وكيلا مساعدا للرعاية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة ونص المرسوم الرابع رقم 13 على تعيين الشيخة عائشة بن تعالي الخليفة وكيلا مساعدا للرعاية والتأهيل الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونص المرسوم الخامس رقم 14 على تعيين السيد هشام ابراهيم القتم وكيلا مساعدا للموارد البشريه والماليه بوزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف. هذا وقد نص المرسوم السادس رقم 15 على تنظيم هيئه البحرين للثقافه والآثار وجاء فيه: الماده الاولى تنظم هيئه البحرين للثقافه والآثار على النحو التالي: رئيس هيئه البحرين للثقافه والآثار وتتبعه إدارة الموارد البشرية والمالية، مدير عام الآثار بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة الآثار والمتاحف، إدارة التراث الوطني، إدارة الصيانة والخدمات، مدير عام الثقافة والفنون بدرجة وكيل مساعد وتتبعه إدارة الآثار والفنون، إدارة المسرح الوطني، إدارة الأعمال والترويج. المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 27 لسنة 2013 بإعادة تنظيم وزارة الثقافة.